السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ياسمينة اي. اليوم جيتكم بوصفة جديدة. قبل ما نبدأ في المقادير وصفة اليوم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واذا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ما تنسوش الضغط على اعجاب. نبدأ في طبق اليوم. طبق اليوم كما راكم تشوفوا عندنا البطاطا المحشية. واش نحتاجوا في هذه الوصفة؟ عندنا البطاطا ونكونوا نحينا لها القلب. عندنا القلب اللي نحيناه تاع البطاطا، هذا هو نحتاجوه في لاباس. عندي في الحشو، عندي المعدنوس، عندي بصل كنت قطعته هكذا، وعندي بصل كنت بصل مفروم مع زوج اثنين مكعبات ليمون. عندي دجاج طبيعة الحال، عندي الحمص، عندي دجاج مفروم او لحم دجاج مفروم، يعني نقدر نديرو دجاج مفروم او نديرو لحم مفروم. عندي البهارات وعندي الملح، عندي الزيت، عندي فلفل اسود والكركم، وما نساوش بطبيعة الحال الزبدة. نبداو في طريقة التحضير على بركة الله. راح نبداو بالحشو. عندنا الدجاج المفروم او اللحم المفروم، نضيفو معاه كمية من المعدنوس، نضيفو البصل اللي كنا قطعناه، بصل اللي كنا قطعناه ماشي بصل مفروم. عندي البطاطا اللي كنا نحيناها من القلب، يعني ما نرموهاش هكذا. نضيف الملح، يعني حيكون مرق ابيض. نضيف معلقة تاع ملح هكذا. عندي البهارات، فلفل اسود كما نعرف المرق الابيض ما يحتاج بزاف التوابل. عندي كميه من الفلفل الاسود، الكركم، يعني نفس البهارات اللي درناهم هنا في الحشو حنديروهم في المرق. يعني الكركم كما نعرف مفيد جدا للصحة، يعني دائما ندخله في الطبخات هذا. ونخلطه كل شيء مع بعض. هنا قبل ما نبداو نعمروا البطاطا نديروا لها الملح. هذه من فوق البطاطا الداخل هكذا، فقط رشة ملح، عفوا فقط باش ما تجيناش البطاطا سامطة هكذا. ونديروا رشة فلفل اسود، عفوا رشة فلفل اسود، يعني تقدر بيدي فقط قليل فقط هكذا يكفي. هكذا ونبداو نعمرو فيهم هكذا. نبداو نعمرو فيها انا راح نعمر البطاطا ونولي لكم. هنا بعد ما كملت عمرت حبات البطاطا تاعي، نروح نحمرهم في المقلاة بشوية زيت وشوية زبدة قبل ما نحطهم يطيبوا. أنا من جهة أخرى كنت حطيت الزيت مع الزبدة تسخن، دروكا نضيف البطاطا تاعي تتحمر فقط ماشي طيب. البطاطا تاعي بلا أقل بعد ما حمرنا البطاطا تاعنا في الزيت والزبده، نبدا في التحضير طريقه تحضير المرق. بسم الله، نجيبوا طنجره نديروا فيها ملعقه صغيره من الزبده هكذا، نديروا فيها كميه من الزيت هكذا.
بالضبط لأن البطاطا درنا فيها الملح والبهارات نفس البهارات اللي درناها داخل الحشو الفلفل الأسود والكركم هكذا ونضيفه نصف ملعقة فانيليا لأن المرق كما قلنا هذا أبيض هي البطاطا حتعقد هنا مي مش حيكون عقد منيح نضيفه أقل من نصف ملعقة يعني حوالي هكذا فارينة نخليه خلطهم ليه نزيد الزيت باش يطلقوا باش الزيت تاعنا يتنكه هكذا ونضيفه البصل المفروم مع الليمون يعني هنا كنت كتبت حبة صغيرة من البصل الليمون راح ينمي المرق الأبيض يعطيه مذاق رائع هكذا نديرو الدجاج تاعنا مع البصل نتخلى نخليو الدجاج تاعنا يتقلى مع البصل ونولي لكم بعد ما تقلى الدجاج تاعنا كيما راكم تشوفوا نضيفوا كميه انا حنضيف كميه من مرق الدجاج واللي ما عندوش مرق الدجاج يضيف الماء عادي بصح يكون ماء غالي فقط لا غير عندك كميه من مرق الدجاج هكذا وراح نضيفو البطاطا تاعنا البطاطا كما قلنا ماهيش طايبه هكذا ونخليو البطاطا تاعنا طيب من جهه اخرى الحمص انا اللي راح نديرو ديجا حمص طايب اللي يكون الحمص ماشي تاعو ماشي طايب ديجا يديرو من قبل في الاول يديرو يطيب هنايا عندي الكريات الدجاج هذه اللي كانت لافاس اللي بقات لي ودرتها كريات دوك نرميهم كي نولي قريب راح كي يطيب تولي البطاطا قريب راح تطيب نرميهم باش ما يطولوش وهما يطيبوا ونتلاقاو في صحن التقديم هذا هو الطبق النهائي البطاطا المحشية كما راكم تشوفوا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس